أبراجنا وحظوظنا وشو مخبين الفلك، كل هاي التفاصيل رح تخبرنا إياها نجلة أباني. يسعد صباحك نجلة. صباحك صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، تضلوا دايما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 13/1، 13 كانون ثاني، كواكبنا ما زالت في أماكنها لآخر الأيام، لأنه مثلا اليوم الزهرة في برج الدلو رح تنضم بكره، بتدخل على برج الحوت، فرح يكون في تغيير بوجود الزهره. المريخ ما زال في برج القوس ل 16 شباط، لسه التحذيرات بشكل جدي على المستوى الصحي لمولود برج القوس، لمولود برج الجوزاء والحوت والعذراء. مشتري ما زال في برج الجدي الى جانب عطارد ايضا في الجدي. اول اخباري العزيز ده مولود برج الحمل، لليوم الامور جيده ليكون في عنده نقاشات عائليه او شخصيه، او عم بترتب، عم توضح، عم بتباشر على الأرض يعني خطوات مركزة، مصالحات، صوتك مسموع، قصص العلاقة بمنافسين قد تتغلب عليهم. يوم إيجابي لمولود برج الحمل خاصة للفرح أو للمحبة. لسه في جزء من تعب لمولود برج الثور، وغالباً عم بتزيد الهموم بكلمات ممكن تكون مانك قصدها، ما بعرف. اليوم يوم أنت عصبي مولود برج الثور، أو متضايق من قصص عائلية، أو في نوع من أنواع التدخلات في حياتك عم بتضايقك، حاول تكون أكثر مرونة خاصة بأي شيء بخص الإصلاح. عموما عزيزنا مولود برج الجوزاء يوم جيد جدا للتحرك، للحركة، للنشاط، للعلاقات، للأسواق، للقاءات. ما عم يهدى اليوم يخزي العين مولود برج الجوزاء، عم بيبرم مثل الفراشة أو مثل العصفور من مكان إلى مكان، وعم بيلاقي حلول. والحقيقة يوم جيد عموماً بالنسبة لك لتمتن علاقاتك وتنهي مشاكلك. مولود برج السرطان بالغالب أنا أدعوك لمراجعة حساباتك. يمكن أفضل شغلة بنعملها كلياتنا أنه نكتب على ورقة. الشعب السوري أبداً ما بيعرف يعمل هاي القصة، يكتب على ورقة مصروفه. طبعاً أنا كمان بحاول اكتبها، بتنكتب معي أول 3 أيام بالشهر بعدين ببطل، مع أنه هي كتير مفيدة بحكاية أنه أنا أحذف الأشياء الغير مفيدة. وهذا ما أنصحك به مواليد برج السرطان، لأنه هاي الفترات فعلياً للصرف الإضافي، عطارد في الجدي، المشتري في الجدي، مكان غير مناسب للصرف أو مكان مانو كتير مريح للمال. لذلك أنا برأيي هاي القصص كتير لازم تنتبه لها بمواضيع المصروف. مولود برج الأسد اليوم فايق بكير، وعنده أشياء ممكن تكون إيجابية العلاقة بالأمور العاطفية، أو بحل لبعض المشاكل، أو بلقاءات، أو بوضع النقاط على الحروف. اليوم في شيء مختلف عند مولود برج الأسد قياساً مع اليومين 3 اللي مضوا، لقاء مهم، ممكن تتعرف على غرباء. عم تتصرف اليوم بإيجابية مولود برج الأسد، حواليك نوع من أنواع الأوقات المسلية. اللي شوي متعب أو مكسل أو ضايق خلقه أو بقيان باله أو قلقان هو مولود برج العذراء. غالباً اليوم في قيل وقال حواليك، في نوع من أنواع نفسك تحكي مع من تحب، نفسك حدا يفهمك مثلاً. يمكن حاسس أنه أحلامك بعيدة المنال اليوم، في ما بعرف يمكن شي غيرة مثلاً، كلمة عتب قد تكون حواليك، نوع من أنواع الإزعاجات. لست في أفضل حالاتك عموماً، بدك للمثل. مولود برج الميزان يوم جيد جدا بالنسبه لك، خاصه الصدفه اليوم ممكن تغير لك حياتك باتجاه الافضل. يوم خصص وقت اطول للعائله، يوم سامح من اذاك مولود برج الميزان، وحول الامور الى واقع بالمجمل. يوم ايجابي بالنسبه لك، في مبادرات تحتاجها وفي علاقات جيده. مولود برج العقرب اليوم انت اكثرنا تعبا، ما بعرف، قابل اليوم الأمور للصدام مع الآخرين. مولود برج العقرب ما أنا كتير مرتاح، ما في انسجام حواليك اليوم، كأنه أو في نوع من أنواع الضغط أو النقد أو الاتهامات، أو في حدا عم يزعجك عم يحكي عنك مثلا. اليوم يوم محتاج مولود برج العقرب اليوم لحوارات هادئة أكثر مما هو موجود حواليه. هلا بين امبارح واليوم مو كتير كتير مرتاح. القوس هو اللي في عنده حلول اليوم، وأغلب نقاشاتك اليوم رح تكون سبب مالي على الغالب، سبب مالي له علاقة بالمستقبل. اليوم في شيء عم يطرأ على أوضاعك له علاقة بتغيير، يمكن سلوك الآخرين، يمكن مواقفهم تجاهك، يمكن عروض تسمعها أو تشوفها. حظوظ مساعدة اليوم لألك مولود برج القوس لترتب أمورك، والحظوظ إيجابية.
مولود برج الجدي اليوم كمان الأمور جيدة بالنسبة لك، خاصة لمساعدات قد تكون مالية وقد تكون معنوية. يوم فيه قصص قد تكون لمصلحتك، نجاح بعد نزاع، مصالحة، حلول، قصة ممكن تشرح فيها وجهة نظرك وتلاقي حلول داخل على مؤسسة حكومية، تلاقي مثلا فجأة حدا يساعدك. أنا بعتبره يوم جيد بالنسبة لك، وخاصة لاتصالات واسعة. مولود برج الدلو اليوم الأمور بدك تكون فيها كتير أهدأ، لأنه بالغالب اليوم في نزاع بين العقل والعاطفة أو بين الأهل والعمل مثلا. يعني في أحداث حواليك مولود برج الدلو ليست من صنعك، يمكن عم تعمل لك بعض المضايقات. نظم أمورك بدون ما تبعثر جهودك حيث لا يجب. مولود برج الجدي الحوت اليوم حدد هدفك، لأنه يوم بالنسبة لك جيد جدا. عم تشتغل أكثر من اللازم، إيه بس في إنجاز على صعيد العمل. ممكن عم تحس إنه ما كتير في تقدير، هلأ كلنا يمكن بهاي الفترات، مع ذلك أنا بقول اليوم يعني في قصص ممكن تنجزها أنت وتفرح فيها. بس الشيء اللي لازم نبهك عليه والأمور الصحية، لست في حالاتك الأفضل على الصعيد الصحي عموما. خليني عايد مولود اليوم، مولود 11، واتمنى له السعادة، يجعل أيامكم دائما سعيدة. مولود 11 عموما من الأشخاص الكائن ثابت هادئ صامت عموما، من الناس اللي بيحبوا البيت العيلة الأولاد وبيعتبرون هن أساس بحياتهم على كل الأحوال. صموت واثق من نفسه، طموح جدا، محب للعمل، يزن كل ما مر به عموما. من الأشخاص اللي بيحتاجوا فترات عزلة، بطيء باتخاذ القرارات، عنيف وقت اللي بيغضب، بيعرف أخطائك قبل حسناتك، مساعد جدا لمن حوله، محب للبيت للعائلة وللمنزل. مشرق عاطفيا هذا العام، اتفاقات أو ورقة أو تصحيح قصص العلاقة بعقارات، بالعلاقة بالأمور الإيجابية. سنة أنا بعتبرها كتير مهمة، وجود المشتري في برجك رح يخلق عندك فرص لازم تستفيد منها، خاصة لتغيير أرض واقعك. يعني هي بالغالب الصراحة التغييرات على الأرض هذا العام بالمجمل لمولود 13. كل عام وانتم بخير ويجعل أيامكم سعيدة. بتحبوا بلش من عندكم ولا من عندي؟ رح أعطيكي مسج. معنا مشاركة من جوليا مهنا 11-91، حابة تعرف عن حظوظها لل 2020 عاطفياً مالياً. أمورك جيدة يا جوليا، أنا بعتبرها أحد الأعوام الأفضل بالذات مالياً. هلا أنا ما كتير بشوفكم بتعرفوا تحبوا أصلاً، أو أنه كتير بتنتبهوا على الأمور العاطفية. يعني أنا بشوف مواليد الجدي بيسألوا عن العمل أكثر، العواطف يعني بيعتبروها عيلة، أهل، أولاد، أسرة، أكثر ما تكون أنه عاطفياً. بس هي سنة وارد يكون فيها ارتباط، إذا على بالك يعني في حظوظ مساعدة، واللي رايده رب العالمين بيصير. ولاء بنتي هام عم تسألني مع زوجة عمر، هلأ ما بعدت اللي مواليد عمر، بس ولاء أمورك جيدة جدا هذا العام، وغالبا يا في بيبي جديد يا في عقار جديد. سنة ما أنا اعتيادية على الأقل بالنسبة لك، يعني في تغيير بأرض بيتك ولاء باتجاه الأفضل، أو بحالتك الاجتماعية. ما بعرف إذا هي نفسها اللي بعثت لي إنه زوجي مؤيد 9 حزيران 92، لا أتمنى على كل الأحوال. سلام بنت منال 95، سنت حظك سلام، أحد الأعوام الأفضل بالنسبة لك لتغير الشيء بحياتك، وما بظن أبداً سنة رح تمر بدون تغييرات. طبعاً إذا أراد رب العالمين في حظوظ مساعدة جداً جداً جداً، فكمان قدي أنا بادر، قدي بقبل بفرص موجودة، قدي ببحث عن شيء جديد، يعني الأمور أخذ هذا الطابع هذا العام. على كل إن أنا بتمنى دائماً، يعني أنا حدا كتير بيسألوه عن حكاية برجي، فأنا قصدي القصة ما أنا فقط إنه أنا يجيني حظوظ سعيدة، المشكلة أنا قدي استعملها وقدي أنا إلحق الفرصة لأمسكها. يعني كمان القصة بدها جهد شخصي، ما عاد في شيء اسمه حظ يجي لقلب بيتك مثلاً، ما عاد في. يسعد صباحكم. صباحك يا نجلة.